بعد الانتهاء من عملية إغلاق عدة أبواب لكل من المركبة الفضائية المأهولة شنجو 11 والمختبر الفضائي تيانغونغ 2، يستعد رائد المركبة الفضائية للعودة إلى الأرض. قبل ذلك يحتاج الرائدان إلى القيام بالكثير من الأعمال في كبسولة العودة. هناك مرحلتان قبل عودة المركبة الفضائية إلى الأرض، وهما مرحلة الاستعداد ومرحلة العودة. وخلال هاتين المرحلتين يستعد رائد المركبة الفضائية للعودة إلى الأرض من خلال إكمال سلسلة من العمليات على المدار والتعامل مع موظفي مراقبة حركة الطيران على الأرض. عملية الاستعداد مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. الأول هو رصد وجمع مكثفات مائية من كبسولة المدار وكبسولة العودة للمركبة الفضائية، والثاني هو تحقق من حالة المنتجات ذات الصلة، والثالث هو تنظيف وتزييت الآلات وربط الأشياء في الكبسولة. ولأن سرعة الهبوط لكبسولة العودة مرتفعة جدا، فينبغي على رائدي المركبة الفضائية ربط الأشياء مع بعضهما البعض للوصول إلى المستوى المطلوب. قيل أنه قبل عودتهما إلى الأرض ينبغي على الموظفين الأرضيين أن يحافظوا على اتصالات مكثفة مع رائدي الفضاء لضمان ودعم عملية عودتهما النهائية إلى الأرض. جدير بالذكر أن أهم ما يشعر به رائدا الفضاء بعد عودتهما إلى الأرض هو عدم تأقلمهما مع الظروف الجوية على الأرض، نظرا لبقائهما لمدة طويلة في بيئة انعدام الجاذبية. وتستمر هذه الرحلة الجوية في الفضاء ل33 يوما، وبذلك سجل رائدا الفضاء رقما قياسيا للفترة التي تمكن رواد الفضاء الصينيين من قضائها في الفضاء. ويستعد مركز البحوث العلمية لرواد الفضاء بوضع برنامج استجمام خاص لهما بعد عودتهما إلى الأرض. لدينا برنامج استجمام كامل الذي تم اختياره من قبل شنجو 9 وشنجو 10، وبعد مدة من الحجر الصحي يستطيع رائد الفضاء القيام باستجمام بشكل تدريجي، وبعد ذلك نستخدم بعض الوسائل العلمية لدعمهما في تنفيذ مهامه لاحقا مستقبلا.